تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من قضايا تشريعية. قضية اليوم تتعلق بالآليات المطلوبة لمواجهة جلب وتداول وتعاطي المخدرات تشريعيا، حيث قامت الحكومة بإضافة تعديل لقانون مكافحة المخدرات بإضافة مواد جديدة ضمن المواد المخدرة، وعلى رأسها مخدر الاستروكس. وستواجه هذه التعديلات عملية جلب وتعاطي وللتجار في المخدرات، حيث يتم تغليظ العقوبة لتصل إلى حد الإعدام في بعض المسائل المتعلقة بمسألة الجلب أو التعاطي أو التجارة ربما، كما سنتبين من هذه الحلقة. ومن ثم نسأل مجموعة من الأسئلة تتعلق بهل التشريعات والقوانين الموجودة حاليا لا تكفي لمواجهة هذه الظاهرة، وبالتالي قامت الحكومة بإضافة هذه التعديلات. أيضا ما الأسباب التي تؤدي ببعض الأشخاص إلى التعاطي، وكيف يمكن مواجهة هذه الأسباب، وأيضا كيف يمكن لمؤسسات الدولة المختلفة بجانب المؤسسة التشريعية في القيام بدورها لمواجهة هذه الظاهرة، وما دور وسائل الإعلام ودور الأسرة ودور المجتمع بصفة عامة لمواجهة ذلك. معنا ضيفان كريمان للرأي والتحليل في هذه القضية. يشرفنا الأستاذ الدكتور صلاح الدين عبد الحميد الطحاوي، أستاذ القانون والمحكم بوزارة العدل. برحب بك يا دكتور. أهلا بحضرتك دكتور علي والسادة المشاهدين يا فندم. شرفتنا سيادتك. كما شرفنا أيضا الأستاذ الدكتور هشام جمعة سيد، أستاذ علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. مرحب بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور. شرفتنا. شكرا. اسمح لي يا دكتور صلاح أبدأ مع الدكتور هشام وأسأله الأول عن حجم هذه الظاهرة في مصر على أي حال. في الحقيقة احنا عندنا في مصر يعني هنتكلم الأول عن نسبتين. الأول بالنسبة لمشكلة التعاطي، لأن احنا دايما بنفرق بين التعاطي والإدمان. بالنسبة للتعاطي في مصر هو نسبته حوالي 10%، وده يمكن ضعف المعدل العالمي اللي هو حوالي 5%. 10% تعاطي، 10% من مجموع السكان تعاطي، وفقا لاخر دراسه، وفقا لاخر احصائيه صدرت من صندوق مكافحه وعلاج الادمان. اما بالنسبه للادمان فحوالي نسبته 2%. 2%. ودي نسب مقلقه يا دكتور. طبعا احنا لازم نقول ان احنا عندنا مشكله لازم دايما نوصلها وناخدها بعين الاعتبار، لان نسبه 10% هي ضعف زي ما قلت لحضرتك، ضعف المعدل العالمي. فعشان كده طول الوقت احنا عندنا مشكله حقيقيه، لازم نبقى عارفين ان احنا لازم ناخد كل الاليات اللي عشان نوجهها ونحاول يا اما نقي الشباب منها او نحاول نعالجهم لو في بعض منهم اللي هو دخل جوه دائره الادمان بالفعل. نعم دكتور صلاح، القوانين المعمول بها قبل التعديل الاخير الذي اضافته الحكومه لم تكن كافيه لمواجهه هذه الظاهره. دكتور قال احنا عندنا التعاطي 10% ضعف المعدل العالمي. بالطبع كان القانون يمكن سنه 60 وبعض التعديلات اللي طرقت عليه كانت بسيطة وكان غير كافية لمواجهة التعاطي أو الإتجار أو الجلب أو التصدير للمواد المخدرة. لذا كان من المهم جدا هذا المشروع بقانون اللي قامت الحكومة مؤخرا بتعمله لتقديمه لمجلس النواب لتلافي كثير جدا من المواد المخدرة غير المدرجة بجدول المخدرات، بخلاف أيضا أن العقوبات بعض العقوبات كانت بسيطة ولم تكن تحقق الهدف المبتغى منها سواء الردع الخاص أو الردع العام على السواء، وبالتالي جاء هذا المشروع بقانون يغلظ كثير من العقوبات. بالطبع بدأ بعقوبة الإعدام ولم يضع لها حد أدنى، ما قالش أو كما هو كان في القانون قبل تعديله أو الحالي. أيضا عقوبة التعاطي بما أنها كانت عقوبة بسيطة في ظل القانون الحالي، وبالتالي كان من المهم بمكان أن يتم تغليظ هذه العقوبة، خاصة أن التعاطي أكثر بكثير من الإتجار، وكما تفضل الدكتور هشام أن الإدمان يدخل في دائرة المتعاطين أكثر من التجار أو الذين يجلبون المخدرات. لكن العذاب هتكون غالبا للتجار ولا هي العقوبة موجودة بالفعل، لكن يعني كنا بنتكلم في العقوبة الحالية الإعدام أو
الاشغال الشقه او السجن المؤبد حاليا، احنا في المشروع ده بنقول الاعدام بس. فطبعا يعني او دي مش متوفره فكويس نهايه المطاف الاعدام بس دي يعني قليله لكنها ليست قليله. يعني عايزين نقول ان المشكله تكمن في بالنسبه للتعاطي تحديدا. انا المشروع بالقانون ده لما قريت صدره في البدايه لما يتكلم عن التجريم المواد المخدرة التخليقية الضارة بصحة الإنسان أو بالصحة النفسية أو يعني بالعصبية المصنعة. يعني احنا بنتكلم لما نمسك نصوص القانون في تعريفه للمخدر وبيقول يعاقب كل من قام بجلب أو تصدير أو تعاطي أو تجار المواد المخدرة، فهو بيحل جدول المخدرات. لكن أنا لما أتكلم على المشروع بقانون ده وأتكلم على جواهر التخليقية، فهو بهذه العبارة الهامة للغاية، وهذا يؤكد أن الحكومة كان تحت بصرها إبان عمل هذا المشروع بقانون التعاطي الذي انتشر بشكل كبير في الشعب المصري من بعض أنواع المخدرات التي لم تكن موجودة بالجدول، وبالتالي كان يفلت كثير من التجار والمتعاطين طبقا لمبدأ الدستوري لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. طالما أن هذا المخدر غير مدرج بجدول المخدرات، وبالتالي لا أستطيع بأي حال من الأحوال أن أنا أعاقب هذا المجرم سواء كان متاجر أو متعاطي، وبالتالي هذه العبارة كان لها الأهمية بمكان في تناول كافة أنواع المخدرات. نعم. التي قد تظهر مستقبلا حقيقي لو ظهر نوع من انواع المخدر وغير مدرج لا عقاب، ولكن من الممكن ان انا اتبنى مساله ان انا اوصل بسرعه ان انا اضعه في الجدول بعد ما يتم تحليله في المعامل الكيميائيه، وانه بيه نوع من المخدر قد يؤثر على الصحه النفسيه او العصبيه وبالتالي يدرج بشكل كبير. فهذه العباره كان الاهميه بمكان في تناول كثير زي ما تفضلت سيادتك في البدايه وقلت اني جوهر الاستروكس او الكيتامين او بعض انواع المخدرات اللي كانت غير مدرجه، وبالتالي افلت الكثير والكثير من الذين يتاجرون بهذه المواد المخدره والعقى اخير المخدره وايضا من يتعاطونها. طيب اسمح لي اعود للدكتور هشام جمعه. سيد دكتور، حضرتك تفضلت واشرت ان انا 10% تعاطي ضعف المعدل العالمي و2% ادمان. تمام. ايه الاسباب اللي بتؤدي الى التعاطي او الادمان؟ الحقيقه الاسباب كتيره ومتعدده. احنا عندنا يمكن من اكتر الاسباب او طبق الاحصاءات اللي احنا بنعملها دايما او الاستطلاعات اللي احنا على طول بنعملها في صندوق مكافحه الادمان، لان ان اكتر الاسباب اللي بتخلي الشباب يدخل جوه دائره الادمان هي الاصدقاء. بعد كده في بقى اسباب متعدده زي حب التجربه والمخاطره. بعد كده عندنا في دور بيلعبوا وسائل الدراما، لان المشاهد اللي بتيجي في المسلسلات يمكن او الافلام بتروج بعضها بيروج لثقافه المخدرات والادمان. ده غير طبعا معدلات البطاله الموجوده بس المتغير ده لوحده دكتور، يعني اسمح لي عشان انا راجل اعلامي فلازم المتغير ده مش لوحده يشتغل. المتغير ده يشتغل في حاله عدم وجود اسره او عدم وجود رقابه في الاسره او ضعف التربيه او ضعف الرقابه الاسريه، انما يعني ما هو كل الخطر موجود حوالين البني ادم مش بس لا احنا لكن البني ادم بيبتعد عنه ازاي بالمتغيرات الاخرى الوسيطه او اللي احنا يا فندم بنقول ان في اسباب متعدده، هو مش سبب واحد بيخلي الشاب يدخل جوه الادمان. لكن احنا عندنا اسباب كتير، احنا دايما بنعمل التحليلات بتاعتنا بنرصد كل الاسباب، فمن ضمن الاسباب اللي لقيناها ان ده كان سبب مؤثر الى حد ما. هل من الاسباب دي العلاجات بتاعت الاطباء اللي بتدي بعض المرضى، اقول بعض المرضى اللي عندهم اضطرابات نفسيه وخلافه، بعض انواع الادويه وتعاملوا بها سنوات طويله وما تتسحبش او تتسحب بشكل خطا ويضطر المريض يرجع لها بشكل شرعي او غير شرعي، ولا مش منها الاسباب؟ لا، هو في الحقيقه اللي بيحصل ان مش المرضى النفسيين هم اللي بياخدوا الادويه. في بعض العمليات اللي بتتاخد العمليات الجراحيه او الكسور في بعض الادويه المخدره بتبقى مسكنات، فالطبيب بيضطر يوصفها للعيان عشان ياخدها بعد العمليه او نتيجه الكسر اللي حصل له، وهو مثلا عمل حادث او حاجه زي كده، فبيديها له بجرعه معينه. لكن طبعا المرضى ساعات منهم بيبقى فيه سوء استخدام للماده دي ويبتدي ان هو يكمل فيها اكتر من المده المحدده ليه، ويبتدي كمان مع الوقت يزود الجرعه، فنوصل ان احنا في الاخر اجى بطلها يوصل في مرحله اعراض الانسحاب. وطبعا هو في شويه شروط كده، لو اتطبقت على المتعاطي بيتحول من التعاطي للادمان. ان هو يحصل له اعراض انسحاب، ان هو يزود الجرعه باستمرار، ان هو فكره ينشغل بيها طول الوقت، ان علاقاته الاجتماعيه كلها تختل.
فبنوصل في الاخر ان احنا نلاقي صوره المدمن الكامل. طيب دكتور صلاح، يعني التعديلات اللي اضافتها الحكومه على القانون عباره عن ايه؟ هو كان في البدايه لما جه اتكلم على تعريف المواد المخدره واتكلم زي ما قلت من شويه ان هي الجواهر التخليقيه الضاره بصحه الانسان العصبيه او النفسيه او الجسديه على السواء، انه غلظ العقوبه ورفع مصفها الى عقوبه الاعدام بالنسبه للجلب او التصدير لهذه المواد التخليقيه. ايضا من بين التغليظ لهذه العقوبات جريمه الاتجار في المواد المخدره السجن. يعني الاعدام على الجلب والتصدير والتجار. نعم. طب والتعاطي اخباره ايه؟ ده سجن مشدد. سجن مشدد يعني. طب سجن مشدد مع الغرامه من 50,000 الى 200,000 جنيه، وكمان بالنسبه للحيازه المجرده دون اتجار جاء عليها ايضا العقوبه السجن المشدد مع الغرامه من 100,000 الى 200,000 جنيه. وطبعا ده انا اراه بشكل كبير كافي. 100,000 ل 200,000 لمين يا دكتور؟ بالنسبه للحيازه المجرده. للحيازه المجرده. نعم. بالنسبه للمتعاطي من 50,000 ل 200,000 جنيه بالنسبه مع السجن، مع السجن المشدد المتعاطي. السجن المشدد 50,000 ل 200,000 جنيه. ل 200,000. نعم. مع السجن المشدد كم سنه بقى؟ مالوش مده، ممكن من حد ادى 3 سنين لحتى 15 سنه ممكن تقدير القاضي. نعم. يعني دي ميزه يمكن في عقوبه السجن، ان القاضي ممكن طبعا حسب الحاله المعروضه عليه ان هو طبعا، لكن هو لازم يقضي بعقوبه السجن المشدد، ودي كانت غير متواجده في القانون الحالي، قانون 60 82 سنه 60، وبالتالي كان لها أهمية بمكان خاصة للمتعاطين، وده يمكن أحد الأسباب في انتشار التعاطي والإدمان. طب بعض فئات المجتمع، احنا بنتكلم بصراحة يعني كلنا تربينا في الريف وبنختلط ببعض الناس البسطاء اللي بيشتغلوا في أعمال شقة، كان ياخد الأفيون علشان يساعده على أنه يتحمل ويشتغل ويسوق العربية سواء النقل وخلاف، وبالتالي هو منتشر. هل دول هيخضعوا للعقوبات دي؟ طبعا اخضاع العقوبات. طبعا ده السجن، مع دول كانوا بيعتبروا ان المفروض ده مش حاجه، لان كانت العقوبه خفيفه برضه. يعني العقوبه خفيفه وسهل الافلات منها يعني. لان انا لما اتكلم على العقوبه في الاول واقول السجن واسكت، يبقى ممكن ياخد عقوبه سنه. لكن لما اقول السجن المشدد يعني بدءا من 3 سنين حتى 15 سنه زائد الغرامه، لان برضه الغرامه عقوبه. ما انا عندي عقوبتين، عقوبه مقيده للحريه وعقوبة المالية اللي هي من 50,000 ل 200,000 جنيه. فإن كان هو يقدر يتسجن أو يعاقب مدة 3 سنين أو 5 سنين، لكن الغرامة لازم يسددها بأي حال من الأحوال. فبالتالي هي أراها تحقق الردع الخاص والردع العام على السواء. نعم. المسألة الأهم بقى على الإطلاق، إن أنا لما أجي أتكلم في تعديلات على قانون المخدرات كيفية تفعيلها، الوعي ليه دور. يعني هذا البرنامج له من الأهمية بمكان، بما أنه منتشر وزائع الصيت، في تعليم الكثير وتوعية كثير من المشاهدين على الإضرار بالمخدرات والعقوبات التي طرحت مؤخرا في هذا المشروع بقانون. دور لمنظمات المجتمع المدني بشكل كبير جدا في عمل توعية مجتمعية بين الحين والآخر لبيان أهمية هذه المخدرات وقد إيه هي بتساهم بشكل كبير في تدمير الشعب المصري. أيضا دور هذه المنظمات ودور الإعلام أن هناك علاقة وثيقة بين المخدرات والإرهاب. قطعا. نعم. وهناك إحصائيات في هذه المسألة. نعم. بيبقى الإرهاب مغيب. بالضبط. يعني يمكن أقول إن هي أكثر خطرا من الإرهاب. الإرهاب هو يستخدم الأسلحة بأنواعها لقتل الشعب المصري أو بعض فئات من المجتمع. أما المخدرات يفتك بشباب مصر الواعد وشباب الشعب المصري ويتحصل على هذه المبالغ التي يتربحها من وراء هذه التجارة الغير مشروعة في تمويل عمليات إرهابية. بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر في احدى لقاءاته اعتقد في يناير 2018 تحديدا، وقال ان هناك علاقه وثيقه بين الارهاب والمخدرات، وان هناك بعض العربات الدفع الرباعي التي تم ضبطها كان بها جزء كبير من المخدرات التي تباع داخل مصر من اجل تمويل هذه العمليات الارهابيه. نعم. منظمه الامم المتحده كثير من الاحصائيات الامميه اكدت ان تجاره المخدرات هي التجارة رقم 2 بعد تجارة السلاح عالميا. المملكة العربية المملكة المتحدة أو إنجلترا
عام 2003 تحديدا كان في إحصائية ان اكثر من 6 مليار دولار حصيلة اتجار في المخدرات داخل انجلترا. في الولايات المتحدة الأمريكية وصل 31 مليار دولار عام 97. ما بالنا طب واحنا الرقم عندنا كام؟ لا يعني يمكن هي دي يمكن دي دول يمكن عندها تجارة المخدرات تجارة واسعة بشكل كبير يعني. طيب اسمح لي اسال الدكتور هشام على السؤال ده، يمكن يكون عنده إجابة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. هو بالنسبة بس للميزانية حجم تجارة المخدرات، لا هو يمكن الجهة المعنية أكتر بالضبط والداخلية، يمكن وزارة الداخلية، احنا ما عندناش، احنا أكتر بنشتغل على خفض الطلب على المخدرات. ان احنا دايما نخلي المجتمع المصري ازاي ان هو يبتدي يرفض المخدرات، فاحنا بنعمل الجهود على مستوى الوقاية او العلاج، احنا عندنا ميزانيات بتصرف على العلاج. طب في اطار الوقاية والكلام الجميل اللي قاله الدكتور صلاح وقال ان برنامج قضاء تشريعي من البرامج اللي بتنور وتوعي، اشكره على كل حال على هذا الكلام الجميل في حق البرنامج وزمايلي. انما انا عايز اسال سيادتك عشان توعنا الناس في اطار هذا الدور اللي تفضل بيه الدكتور، ايه انواع المواد المخدره بدايه؟ يعني انا اشرت الى الافيون، بعض الناس تعتبره انه كانه مش مخدر، تمام. فقول لنا ايه انواع المخدرات عشان نوعي الناس اللي ممكن تتعاطى او الناس اللي في سبيلها للتعاطي. تمام، انا بس نشير الاول لانواع المخدرات وبعد كده اقول لحضرتك الفئات الاكثر انتشارا طبقا لاحصائيات صندوق مكافحه الادمان. يمكن زي ما حضرتك اشرت او الدكتور صلاح اشار للمخدرات التخليقيه، احنا عندنا في المخدرات لو بنقسمها لانواع بنتكلم على التخليقيه. التخليق الكامل الاول هي الحاجات اللي هي زي الادويه البرشام، زي انواع معينه من الحبوب المخدره اللي هي عاده بتندرج تحت المسكنات. دي كلها بنسميها المخدرات المخلقه تخليق كامل. في عندنا بقى مخدرات نصف تخليقيه اللي هي بيبقى فيها جزء طبيعي ونصف تخليقي، وهي كل المخدرات اللي بتندرج تحت المورفينات واشهرها يعني الهيروين. وعندنا بعد كده نوع من انواع المخدرات الطبيعيه اللي هو زي الحشيش والبانجو. ده بالنسبه لانواع المخدرات. لكن لو هنتكلم بقى على فئات المخدرات المنتشره بين فئات الشباب او الموجوده في المجتمع المصري بالترتيب كده، هنلاقي ان بيحتل المرتبه الاولى للترامادول. ترامادول حضرتك اشرت ان الناس عشان تشتغل بتاخد افيون، يمكن دي كانت نظره شويه موجوده قبل كده من 50 سنه، انما دلوقتي اتطور بقى. لا دلوقتي بقى المفاهيم الثقافيه اللي بتدور حول المخدرات بتختلف برضو من وقت للتاني. احنا عندنا دلوقتي المفاهيم مثلا اللي موجوده ناحيه المخدرات ان هي بتزود الجرأة، بتزود الابداع، بتساعد القدره على نسيان الهموم، بتساعد على التغلب على المشاكل، ومن ضمنها بتزود القدره الجنسيه وتزود القدره على العمل. فالترامادول بالذات بسبب المفهوم الثقافي اللي حواليه اللي هو بيزود القدره على العمل او المفهوم اللي هو بيقول بيزود القدره الجنسيه، يمكن مخليه بيحتل المرتبه الاولى بين الفئات الاكثر انتشارا في المخدرات. طب الحقيقه يا دكتور ده مش صحيح. طيب خلينا افاجئ حضرتك ان الناس كلها بتتكلم على الترامادول برضو على ان هو حاجه منشطه. يعني دايما بتقال كده الترامادول هو باور او منشط. طيب في الحقيقه هو الترامادول عكس كده تماما. يعني الترامادول هو مسكن، ولكن مسكن من النوع القوي جدا، بنسميه مسكن من النوع الثاني لمسكنات الالم. هو كل اللي بيعمله ان هو ما بيخليش الجسم يشعر بالالم، فالجسم يبتدي يعمل مجهود ونشاط مده طويله وما يحسش ان هو تعبان، بينايم جهاز الشعور بالالم بالظبط. فيبتدي الشخص يحس ان هو ما بيتعبش، فيفتكر ان هو عنده نشاط. هو في الحقيقه ما بيبقاش عنده نشاط، هو ما بيحسش بالتعب اللي موجود، مش اكتر من كده. طيب بعد كده الترامادول زي ما قلنا بيحتل المرتبه الاولى، بعديه على طول بيليه الحشيش، بعد كده الهيروين، بعد كده الاستروكس. ويمكن الاستروكس فيه ملحوظه صغيره عليه كده، الاستروكس شويه علي في مده قليله نسبه التعاطي بتاعته. يمكن بدانا في الاول اول ما ظهر، لان هو طبعا هو يعتبر من احدث المخدرات الموجوده، ظهر كانت نسبته حوالي 4%. دلوقتي نتكلم عن الاستروكس، في اخر احصائيه طلعت في الصندوق وصلت نسبته ل 20%. طبعا الارتفاع الجوهري ده في نسبه قليله او في زمن قليل يخلينا نحط كده 100 خط احنا قدام ايه. ده انا بقى اصلا ده دكتور الاستروكس ده تخليقي يعني ولا ايه؟ هقول لحضرتك بس بلاش نخش في تفاصيل عشان ما نعلمش الناس، مش هنعلمهم بس بيجي لنا. عايز انا ليه بسال السؤال ده؟ عايز اعرف هو بيجي لنا من مصر محلي ولا جاي من بره؟ ده في جزء منه كده وفي جزء منه كده. يعني هو بيبقى نبات في مصر، في نباتات معينه بتيجي هنا بتتنشف، وبعد كده بيجي ماده كيميائيه من بره. الماده الكيميائيه دي هي اللي بتيجي من بره، اللي هي عاده بتبقى مشتقات الكيتامين، ودي بتبتدي تترش بطريقه معينه على النبات ده وتتغلف وتتخزن مده معينه. وفي بعض الناس او في بعض الاراء يعني ان لغايه دلوقتي ما طلعش دراسات معتمده او دراسات يمكن
في الدول العربية عن الاستروكس ب 100% صحيحة، لان احنا دلوقتي هو لسه في حيز الظهور ولسه الدراسات اللي بتتعمل عليه لسه نتيجتها ما ظهرتش. نعم. فبيتقال كمان ان هو بترشله بيرسول في بعض الاحيان، فطبعا ده بيخلي المريض بيحس باعراض شديدة جدا، اعراض تعطيل وقتية شديدة جدا. طبعا لان هو تكلفته المواد بتاعته رخيصة، فبتخلي حتى سهولة وصوله للشباب اكتر لان هو متاح ورخيص. نعم. ورخيص. طيب دكتور صلاح، هل مصر مستهدفة من قبل دول معينة او اجهزة معينة بانه بنسمع الكلام ده بنشوفه دايما في الصحف ووسائل الاعلام ان هي من اجل تغييب الشباب ومن اجل تغييب الشعب، وبالتالي في بتصدر لنا المواد المخدرة، ولا الكلام ده مش صحيح ودي ظاهرة محلية بحتة؟ لا ده حقيقة طبعا، وده يمكن لما تجي نشوف احصائيات الادارة العامة لمكافأة المخدرات في القضايا التي تقوم بضبطها بين حين والاخر، مئات الاطنان من المخدرات التي تدخل عبر الحدود المصرية او داخل مصر من الداخل او الخارج، فبالتالي مصر مستهدفة، وبالتالي ده هذا يفهم من خلال هذه الضبطيات. لان زي ما قلت وزي ما في احصائيات كتير اتكلمت في المساله دي، ان المخدرات دي وسيله لتدمير الشعب المصري وايضا للقضاء عليه من خلال العمليات الارهابيه، كون ان الاموال المتحصله من هذه التجاره تدخل في نطاق العمليات الارهابيه بشكل كبير. وفي دراسات وفي رسائل دكتوراه في هذه المساله انتهت الى ان في علاقه ما بين المخدرات والارهاب، ده من ناحيه. الناحيه الثانيه بالنسبه للاعداء الخارج والداخل هم كثر. يعني لما نتكلم عن مصر تحديدا وهي قلب الامه العربيه، اكبر دوله في الشرق الاوسط مؤثره على القرار الدولي الاقليمي. نعم. وبالتالي اعدائك طبعا المعروفين دول عارفينهم، حاطينك في دماغك بالظبط كده. طيب اسمح لي عشان معانا ضيف على الهاتف، ضيف كريم معانا، الاستاذ الدكتور سعيد صادق، استاذ علم الاجتماع. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور. عايز حضرتك تكلمني على الاسباب المجتمعيه لانتشار او لتعاطي بعض الشباب للمخدرات او بعض فئات المجتمع للمخدرات. طبعا الاسباب متعدده، في ناس بيعتقدوا انها بتديهم طاقه، بتخليهم يستحملوا العمل لفترة طويلة، في ساعات يعتبروها متعة ونوع من التسلية. فطبعا الأسباب عديدة جدا، وطبعا في منها كمان بيعتقدوا أنها حاجة مقوية جنسيا، وانت عارف احنا ثقافة ذكورية تعشق الحاجات ديت. نعم. فطبعا بقت موجودة. المشكلة طبعا محتاج توعية، رغم ان اتعمل فترة طويلة عدة أفلام حتى عشان نوصل للطبقات اللي هي ممكن مش هتقعد تسمعنا وتتكلم وتشوف اللي بنعمل إيه. أي. إنما الأفلام عديدة جدا واجهت هذه المشكلة. أي. تأثيراتها وما شابه. في صندوق تبع مجلس الوزراء لمكافحة الإدمان والمشكلة ديت. الحاجة اللي لازم نعرفها إن الناس اللي بتعمل بتتعاطى لما حتى بتتعالج ممكن يحصل نوع من النكسه ويرجعوا تاني، لان الاسباب اللي دفعتهم للتعاطي ما اتغيرتش. يعني أي. اسباب اقتصاديه، اسباب نفسيه، اسباب اجتماعيه، المشاكل فيه بيعتقد ان هو ده الطريقه. الشله اللي انت بتبقى فيها يقول لك انت زي انت، كلنا زي الشله، كلنا بندخن، مش معنى انت، فكله يبتدي. فطبعا ده الظاهره العامه، وكل طبعا في بعض المجتمعات بقت تعمل تشريع للموضوع ده، الانواع الخفيفه بتسمح فيها عشان تقضي على المافيا. نعم. لكن طبعا الـ كل مجتمع وليه ظروفه. ده بيعمل كده في المجتمع المصري، احنا عندنا مشاكل، ناس ما بتشتغلش، ناس ما بتروحش العمل في المواعيد ولا بتنفذ شغلها، فما اقدرش اسمح لها بحاجه زي ديت واقول هنعمل ايه. يلا ما في بلاد ثانيه، كندا بتعمل كده ومش عارف هولندا، انا ما اقدرش اقارن بلد ببلد، كل بلد ليها ظروفها الاجتماعيه. طب طول الوقت يا دكتور الدوله حقيقه بتبذل جهود مضنيه وجباره في مواجهه تجاره المخدرات وتعاطي المخدرات حقيقه، يعني طول الوقت الدوله بتبذل هذا الجهد، لكن الحكومه قدمت مجموعه تعديلات لتغليظ العقوبه.
تصل إلى الإعدام وغرامات مالية ضخمة وسجن، فهل تغليظ العقوبة يعني سيحد من هذه الظاهرة؟ شوف لما تتطبق، ما احنا عندنا أحكام لتجارة المخدرات بس المشكلة ساعتها ما تتطبقش. بالنسبة للمتعاطي، المتعاطي في أنواع، في واحد مثلا دخل مع أصحابه في شلة ولقاهم بيدخنوا فجرب، فإجا البوليس هجم وراح ماسكه، وبعدين أروح حطه سنة مثلا سجن يقعد مع ناس يعني محترف الإجرام، يطلع لي كارثة أكثر من الموضوع التعاطي. أنا ممكن أكتب اسمه ويتحط ويبقى فيه إنذار ويبلغ أهله ويبلغ جهة العمل، ويبقى ده نوع رادع اجتماعي قوي عن إني أحبسه، وأقول إن على الأقل أول مرة، وللتاني مرة لو تم ضبطك نبقى هناخد إجراءات تانية، هنعمل عقوبات. لكن اللي بيحصل نوع من العقاب في فترة مع أشخاص بالذات لسه مثلا أول مرة أو بيعمل حاجة خفيفة وحصل الموضوع دوت، فأروح معاقبه مثلا بفترة طويلة، يقعد في سجون فيها مرتدي يعني معتدي الإجرام، فيكتسب حاجات أسوأ من موضوع التعاطي. نعم. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا، أستاذ دكتور سعيد صادق وأستاذ علم الاجتماع شكرا جزيلا. دكتور هشام، مسألة تغليظ العقوبة باعتقادك يعني قادرة على يعني لا نقول إنهاء، لأن الإنهاء عملية صعبة، لكن يعني الحد من هذه الظاهرة؟ طبعا بالتأكيد. أنا دلوقتي لما أقول لحد أنت تشرب مخدرات وهتتحبس سنة، أكيد مش زي ما أقول له أنت هتتحبس 15 سنة. حتة التهديد او حتة ان انا بخوفه ان هو هيخش في حاجة مشوار مش هيرجع منه تاني، احنا دايما حتى في علاج الادمان لما نيجي نتكلم مع المدمنين نقول لهم اخرة الادمان يا سجن يا موت يا جنون، ده كل الهدف ان احنا عشان نخوف المريض عشان حتى لما يتعالج بعد كده، لو سواء هو لو ما دخلش يبعد، ولو كان داخل جوه المخدرات يتعالج ونبعده على قد نقدر عن الانتكاسة. فطبعا انا بحاول طول الوقت اصور للمريض بتاعي او اصور للمتعاطي ان انت قدام حاجه كبيره، لان جزء كبير من انتشار المخدرات يا فندم بيبقى عن طريق الاستهوان. انا بجرب حاجه تفريح، يعني انا قاعد في فرح، دايما المخدرات دايما مرتبطه بالاحداث الصرف في حياتنا، فانا باخد اعمل دماغ انا باخد اتبسط بس بتنتهي نهايه مش صار، دي حاجه تافهه لان انا ما بقدرش النهايه. فتغليظ العقوبة يمكن وانتشاره والإذاعة عنه ان المخدرات بقى دلوقتي عقوبتها توصل للسجن المشدد او الاعدام، طبعا طبعا بيخلي الناس هتبقى اكثر حذرا، هتبقى اكتر انا عارف ان انا لو خدت الحاجة دي لو اتقبض عليا، ده طبعا من الجهات المعنية بوزارة الداخلية او وزارة العدل، لو اتقبض عليا هتسجن مدة طويلة. ومن جانبنا احنا كوزارة التضامن ان لو انا خدت مخدرات ودخلت جوه السكة دي بقيت مريض ادمان، انا يا اما هموت يا اما هتسجن يا اما هتجنن. فبرضه في الحالتين احنا طول الوقت بندي رسائل توعويه عشان نقش الشباب او نساعدهم على ان هم يخرجوا من الدائره دي ويبعدوا عنها، وطول الوقت بنديهم الرساله دي بشكل يمكن يمكن ضخم شويه، بس هو في نفس الوقت هو حقيقي، عشان لازم كل ما انا اقول دي حاجه وحشه وحشه قوي هو اكتر هيخاف وهيخاف كمان. نعم. دكتور صلاح، القاعدة القانونية احنا درجنا على ذلك في البرنامج ده، مش مني ده من خلال ضيوفي الكرام الأفاضل طوال السنوات الماضية، ان تغليظ العقوبة يؤدي الى اثر عكسي. فحضرتك موافق على كلام الدكتور هشام؟ هو قال ان تغليظ العقوبة اكيد يجيب نتيجة. اكيد انا يعني تغليظ العقوبة قد يؤدي الى نتائج عكسية في ظروف معينة. يعني زي ما الدكتور سعيد قال، يعني هو قد يكون عنده ظروف معينة وكده بيسعى ان يكون نبحث عن الوقائية قبل العلاجية. يعني انا لما اتكلم كمركز قومي البحوث الجنائية والاجتماعية او المركز الخاص بالادمان الخاص بالدكتور هشام، اسباب الادمان ايه، اسباب التعاطي ايه، بالتالي في ظروف اجتماعية في ظروف اقتصادية. لما أنا عندي وزارة زي وزارة التضامن الاجتماعي زائد منظمات المجتمع المدني دور الإعلام في علاج هذه الظواهر، بالتالي أنا سوف أساعد بشكل كبير في وقائية بعض فئات المجتمع من التعاطي بداية، ثم يأتي دور تغليظ العقوبة. فتغليظ العقوبة
كنوع يحقق الردع الخاص والعام ايضا في دور مهم جدا. برضو سؤال بيطرح نفسه، فضل. طب دلوقتي انا واحد بيتعاطى المخدرات، مش هتكلم على الاتجار، بيتعاطى المخدرات داخل بيته، ما عقوب؟ لا عقاب، لانه لم يضبط متلبس بهذه الجريمة. ولا يمكن باي حال من الاحوال استاذن النيابة العامة كضابط شرطة ان انا اروح اقبض عليه في بيته عشان بيتعاطى. عشان كده الحكومة مؤخرا العام الماضي اصدرت قرار، أيوة، بتفعيل قانون الخدمة المدنية بالكشف الدوري تحليل. والتحليل على الموظفين طبعا عما اذا كانوا يتعاطون المخدرات من انواعها ولا لا، وانه اذا اتعمل حادثه وتحلل له دم واذا ثبت انه تم ايقافه، تم ايقافه وحالته للمحاكمه الجنائيه. بعض النقابات خاصه نقابه المحامين تحديدا قبل ان تقيد بجدول العام للنقابه لازم في بروتوكول ابرم بين نقابه المحامين ووزاره العدل ومصلحه الطب الشرعي بعمل كافه التحاليل لمن يريد ان يتقدم لعمل في هذه المهنه. عايزين نعمم المساله دي على كل النقابات. المجلس النواب حاليا يعكف على تعديل قانون العمل. اذا كنا بنتكلم بدايه على قانون الخدمه المدنيه والمخاطبين به من الموظفين العموميين، احنا لازم نتكلم على قانون العمل لان ده قطاع العريض من الشعب المصري يعمل في القطاع الخاص. من مسوغات التعيين ايضا التحليل، يجب الكشف الدوري كل مده قصيره لهؤلاء العمال والموظفين والخدم داخل القانون العمل المشروع في تعديله حاليا. دور منظمات المجتمع المدني، وما زلت اكررها بشكل كبير، برامج الاعلام على غرار هذا البرنامج الشهير، وطبعا في القنوات الخاصه ايضا بتعليمات ان طبعا يبث هذه البرامج التوعويه بشكل او كبير مع تغليظ العقوبه سوف يساهم الى حد كبير في الحد من انتشار هذه الظاهره. نعم دكتور هشام، علاج الادمان والتعاطي ممكن؟ طبعا ممكن، بس اهم حاجه ناخد الطريق السليم. ازاي يعني؟ ازاي في ناس كتير قوي بتجتهد في علاج الادمان، يعني يمكن علاج الادمان شويه هو وظيفه مربحه لبعض الافراد اللي بينتهنوا المهنه دي لمجرد ان هي بتبقى عائد مادي وبس. كويس انك قلت الحكايه دي، ان وظيفه مربحه، لانه لما نشوف مستشفيات متخصصه في الطب النفسي وفي علاج الادمان، موجوده في المقطم وموجوده في المريوطيه وموجوده في طريق المعرفش ايه، تمام، بيشتغلوا عالي جدا على الناس اللي بتروح لهم، تمام، عشان يعالجوا الادمان. بس فطبعا لازم، انا عايز حضرتك تكمل كلامك وتوجه لهم كلمه ارجوك. طيب انا بس هوضح لك الاول ان يعني طريق العلاج الصح السليم في علاج الادمان بيبقى ثلاث مراحل بشكل عام. اتفضل. قبل ما نتكلم بس على نوعيه الاماكن سواء الحكوميه او الخاصه أو الأماكن اللي حضرتك أنا وحضرتك يعني أشرنا ليها. العلاج الإدمان بيتم بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة أعراض الانسحاب وإزالة السموم. دي بتبقى هدف منها إن إحنا ندي دواء للمريض عشان يبتدي الجسم يتخلص من السموم اللي هو بقى يعني قاعد بياخدها بقاله سنين. بعد كده دي حوالي من 5 أيام ل10 أيام. بعد كده بننتقل للمرحلة الثانية اللي هي التأهيل النفسي والاجتماعي. دي طبعًا بتبقى المرحلة الأساسية أو الجوهرية، لان دي اللي بتقي المريض من الانتكاس مره تانية بعد ما يتعالج. دي بتبقى عباره عن بعض البرامج النفسيه بتبتدي نديها للمريض عشان يتعلم ازاي يواجه المخدرات وفي نفس الوقت ازاي يتجنبها لو تعرض لها بعد ما خرج من المستشفى. بعد كده بنروح للمرحله الثالثه اللي هي الدمج المجتمعي. مرحله الدمج المجتمعي يمكن هي المرحله اللي بتعلم المتعافي بقى ان هو خلاص ما بقاش مريض دلوقتي او بقى مدمن، بقى متعافي. بتعلم المتعافي ان هو يعيش من اول وجديد، يعني ازاي هو يندمج في المجتمع مره تانية. لان يمكن من اكتر المشاكل اللي بتقابل المريض حته الوصمه الاجتماعيه، ان هو بيخرج المجتمع مش متقبله. هو انا لازم افضحه يعني؟ انا يعني كمؤسسات دوله، عشان الدكتور صلاح قال موقف في الشغل يعرفه او خلاف، ولازم افضحه يعني ان هو كان عنده او تعاطى او كان بيتعاطى؟ انا عايز هقول لحضرتك يعني الاليه ازاي. ما انا برضه وفي نفس الوقت انا خايف على بنتي تتعامل مع واحد مدمن او خلافه، انا مش عارف الصح فين، هل نفضحه ولا نستوره؟ طب اذا سترناه ما الدنيا تبقى خطر على الناس وعلى زمايله، فدي اشكاليه. انا هسمع راي حضرتك وبعد كده راي الدكتور صلاح. طيب اشير بس حضرتك نقطتين. اتفضل. اولا انا لازم افضحه او مش هفضحه، احنا بالنسبه لنا احنا كصندوق مكافحه الادمان احنا بنضمن قاعدتين للمريض. اول قاعده هي السريه التامه في التعامل. يعني انا المريض لما بيجي لي او يتصل بيا حتى في الرقم الخط الساخن 160-23 ده رقم واحد لعلاج الادمان، ده متاح 24 ساعه. المريض لما يتصل مني انا حتى ما بطلبش اسم المريض،
ولا رقم بطاقته ولا اي بيانات تكشف هويته. فدي اول قاعده بالنسبه لي انا كبتعامل كجهه علاجيه. بالنسبه لحضرتك لو انت دلوقتي مش عايز تتعامل معاه لان انت خايف على بنتك او ابنك ان هو يتعامل مع حد مدمن، خليني اقول لحضرتك ان المدمن لو وصل لمرحله التغيير الحقيقي، لمرحله التعافي الحقيقي، احنا بنقول عليه ان هو وصل لشخصيه جديده غير الشخصيه اللي كانت معاه قبل المخدرات. كم في المية بيحصل له نكوص يا دكتور؟ نسبه الانتكاسه ملهاش نسبه محدده، يعني احنا ما نقدرش نقول. هقول لحضرتك انا اقول لحضرتك نسبه التردد على العلاج، يعني اقول لحضرتك مثلا ان احنا في 2017 جالنا 104 الف حاله عايزين يتعالجوا طالبين المساعده ان هم عايزين. 2018 جالنا حوالي 116 الف حاله بزياده نسبه، يعني نسبه الزياده هنا كانت 12%. فده يمكن بريق امل ان المشكله بتتحل يوم بعد يوم. المشكله نسبتها بتزيد بس الناس اكتر بتقول انا عايز اتعالج، الناس بقى عندها وعي بمشكله الادمان والمخدرات، فبييجوا يوم عن يوم يقولوا احنا عايزين نبطل اهو. طيب دكتور صلاح، الستر ام الفضح؟ يعني انا من منظور قانوني ما اقولش فضح، لكن انا اقول ارتكب جريمه يحاكم امام محكمه بشكل علني للجميع، يعني المحاكمه بتبقى علنيه وبالتالي بتبقى للجميع، مش على المستوى القاعة المحكمه او المحكمه في حد ذاتها، لكن الحكم بيطلع باسم الشعب. يجوز لاي حد من افراد الشعب ان يحصل على صوره رسميه من الحكم دون ان تكون له صفه بعد سداد الرسم الخاص، وبالتالي دي جريمه ارتكبها فبيعاقب من اجلها. وانا ان لم اقم ببيان هذه العقوبه كي احقق هدفين، لو انا بحقق الهدف الاول اللي هو الردع الخاص فقط، فبالتالي العقوبه ان لم تكن على مستوى علني لن تحقق الردع العام لكافه فئات المجتمع. ما هو عندنا هنا اللي بيتاجر، التاجر والمستورد والمصدر، دول يعملوا فيهم زي ما انتم عايزين، انما المتعاطي ده غالبا ضحيه دول كلهم، وضحيه ظروف ربما يعني او ظروف اسريه او اجتماعيه او اقتصاديه. تمام وكلا. انا ما قلتش حاجه، يمكن موضوع الادمان او العلاج من الادمان او باتخاذ السبل العلاجيه ده طبعا يخضع للسريه التامه لانه لم يضبط بدايه ولم يرتكب جرم. لكن عندما اتحدث عن شخص ارتكب جريمه وتعاطى المخدرات ويعلم يقينا انها جريمه ومعاقب عليها، فهو ذهب بنفسه الى موقع الخطر وارتكاب الجرم، وبالتالي انا هنا ده يعني يختلف تماما عن الشخص اللي هو ذهب طواعيه واختيارا من اجل ان يعالج من الادمان او من التعاطي، وبالتالي هذه يعني مختلفه تماما يعني. ولكن انا بالعكس انا بشايف ان هذا المشروع بقانون يعني يتم اضافات فيه ان يتم نشر هذه العقوبات في جرائد واسعة الانتشار. نعم احنا برضه هتحقق في التلفزيون يعني احنا نشرناها. لا انا بتكلم كل العقوبة على حدة يعني في بعض الجرائد واسعة الانتشار مثل الجمهورية والاهرام اللي هي بتتداول يوميا ولها توزيع كم كبير من اجل برضه مش فتحه، تحقيق الردع العام. نعم. يعني لما يكون شخص تعاطى وخد عقوبة 5 سنين سجن وغرامة 200,000 جنيه او 100,000 جنيه، انا شخصي واحد من الناس او غيري لما اكون مقبل ان انا اقعد مع اصدقائي او حد على اقول الحمد لله ان انا ما شربتش، انا كنت ممكن اتمسك، او ان انا لما يجي تعملي تحليل في المكان اللي بعمل فيه قطاع عام او خاص اذا تم التعديل على قانون العمل، كل ده هذا يؤدي الى حمايه الاكثريه بل جموع الشعب من اخطاء الاقليه. طيب نعم. وجهه نظر استاذنا الدكتور صلاح الدين عبد الحميد الطحاوي، دكتور هشام وجهه نظرك ايه؟ طبعا المصدر والمستورد والتاجر والصاحب المكان اللي على درايه لا تاخذكم به رافه، انما مساله المتعاطي ما اعرفش يعني انا قلقان الحكايه دي شويه. طيب. انت رايك انت ايه شخصيا؟ هقول لحضرتك يعني مساله ان الحكم ينشر طيب انا دمرته طيب. اسرته انا دمرته انا بس اسمح لي وفي تقدير يقين انا شخص المتواضع هينقص هيعود طيب خليني بس اكمل الحته اللي كنت بقولها لحضرتك، ان انا دلوقتي لو المريض ده اتعالج بعد العلاج المريض بيوصل لمرحله ان هو بيتغير، بيبقى عنده شخصيه الناس كلها يمكن بتحبه او هو بيحب نفسه ويقول انا غيرت وبقيت احسن من قبل كده حتى من ايام ما كنت قبل ما باخد مخدرات. فالعلاج النفسي للادمان ممكن بيخلق شخصيه انت تحب تتعامل معاها والمجتمع سهل يتقبلها. وعلى فكره احنا يعني لو واحد جه لواحد عشان يخطب بنته وقال له انا كنت مدمن وتعالجت وتعافيت وزيت زي الفل،
على ضمانة حضرتك قدام الناس لو مازال دلوقتي. لو مازال ادبس حضرتك بقى تقول له ايه جوزها له ولا يعمل اقول له جوزها له لو مازال مستمر على البرنامج العلاجي. علاج الادمان ما بينقطعش يعني انا هو ما خفش هو مش خد البرنامج وخف. عن البرنامج النفسي زي كده مرض السكر حضرتك ما ينفعش تبقى بتاخد انسولين للسكر وتيجي فجأة تقول انا خفيت من السكر. وزي الكوليسترول ما ينفعش تاخد علاجه سنتين ثلاثة وترجع توقف. بالظبط. هو او اليوريك اسيد امراض كتير كده وده مرض زي الامراض. بالظبط. يعني خلاص طول عمرك هتكمل هتستمر على العلاج. بالظبط. هنكمل في العلاج النفسي بس طبعا العلاج النفسي بيختلف من مرحلة لأخرى. جبتنا بقى للمراكز اللي بتخلي الواحد اصلا لا يقول لك الادمان اسهل. اللي بتعالج طيب. الادمان يقول لك الادمان بزنس بزنس طيب. تجاره وتجاره فظيعه ويعني حقيقي فوق الوصف فبتخلي اهل المدمن واهل المتعاطي يقول لك لا خليه مدمن احسن بقى طيب. الحقيقه يبيعونا كل حاجه بالنسبه للمراكز اللي حضرتك اشرت ليها المراكز دي غير مرخصه يعني انا دلوقتي بتكلم على المراكز الغير مرخصه اللي ما بتتبعش اي جهه يعني لا بتتبع وزاره الصحه ولا طبعا احنا بنتكلم عن ولا بتتبع وزاره التضامن ولا وزاره التضامن طبعا. فهي القصه كلها ان في ناس بيبقوا داخل ادمان او مرضى ادمان بعد كده بيتعافوا ويبتدوا هم يمتهنوا المهنه دي بواقع الخبره لكن ما لهمش اي مرجعيه علميه. ايوه. فطبعا الاماكن دي موجوده لكن احنا دايما بننزل حملات للقبض على الاماكن دي واغلاقها. فاحنا دايما بنتابعهم احنا بالتعاون مع الجهات المعنيه زي وزاره الداخليه وزي إدارة العلاج الحر في الأمانة العامة للصحة النفسية بننزل بشكل دوري حملات عليهم زي برضو ما بننزل حملات على السائقين لأن من ضمن حاجات برضو أشرتوا ليه في حديثكم السابق إن أنتوا دلوقتي بتتكلموا على الحملات الدورية للموظفين. أيوه. إحنا من 2015 وإحنا بالتعاون مع الجهات معنية بننزل حملات على السائقين بالذات يمكن السائقين المهنيين وسائقات سائقين الحافلات المدرسية. خلينا حضرتك إن يمكن الحملات دي جابت اثر كبير طبعا. جابت نتيجه كويسه جدا يعني لو هنتكلم على الحمله الاولانيه بتاعه السائقين المهنيين اول ما بدانا الحمله في 2015 كانت النسبه حوالي 24% منهم متعاطين النسبه انخفضت بعد كده وصلت ل 12% لما بدانا سائقين الحافلات المدرسيه كانت النسبه حوالي 12% حاليا نسبه التعاطي ما بين سائقين المدارس 3.6% فده يمكن انخفاض جوهري ودايما بيعكس اثر المجهود اللي بيتم مع الناس دي جهد. طيب يا دكتور هشام عشان الوقت بيتأكل ما بقليش وقت دكتور صلاح شايف الصورة ازاي بعد التعديلات اللي اضافتها الحكومة مشكورة على قانون المخدرات؟ كانت لهذه التعديلات اهمية كبيرة كما تحدثت سلفا باعتبار ان الاتجار في المخدرات هي وسيلة لتهديد وضياع عقول الشباب المصري بخلاف أنها وسيلة من أرباحها وتجارتها لتمويل عمليات إرهابية. فأقول وبحق أن قضية مكافحة التجار في المخدرات هي قضية أمن قومي في المقام الأول لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب. يعني نسبة 10% هتنزل يا دكتور؟ إن شاء الله. الدكتور هشام هذا هو اللي قال النسبة مش أنا. لا إن شاء الله. هتنزل يا دكتور هشام؟ إن شاء الله. أنا شايف إن إحنا قدام صورة كويسة. أنا شايف إن إحنا بنتقدم في مجال علاج الادمان. انا شايف ان احنا كل يوم عن يوم بنعمل حملات كتير توعي الناس من خلال برامج كتير سواء على المستوى الاعلامي زي حضرتك او على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي او حتى بننزل للناس في الشارع. نعم. مع الشباب احنا عندنا دلوقتي قاعده متطوعين وصلت لحوالي 27,000 شاب. فانا شايف ان الصوره مشرقه طول ما في جهود بتبذل وان شاء الله الجاي هيبقى احسن. اشكركم شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور صلاح الدين عبد الحميد الطحاوي استاذ القانون والمحكم بوزاره العدل. شكرا جزيلا لسيادتك. شكرا دكتور الف شكرا. شكرا للاستاذ الدكتور هشام جمعه سيد استاذ علم النفس وعلاج الادمان بصندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. شكرا جزيلا. شكرا فيك. وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقه قادمه من قضايا تشريعيه لكم تحيات اسره البرنامج والى اللقاء.